السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Idris? I greet you. This is your plan to our class today. This is speak about Arabic language from book العربية بين يديك. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: الجمعة عند المسجد الكبير. We can make conversation. أين تصلي الجمعة؟ أصلي في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. وهذا مثال آخر، ولكن لصلاة الفجر مع مسجد عمر. الفجر وليست الجمعة. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد الكبير. No. مسجد عمر. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد في مسجد عمر أيضا بنفس الطريقة. الظهر مسجد بلال. أين تصلي الظهر؟ أصلي الظهر في مسجد بلال. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد بلال أيضا. وكذلك العصر في مسجد عثمان. العصر، أين تصلي العصر؟ أصلي العصر في مسجد عثمان. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد عثمان أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.